مساء الخير احبابي واخواني واخواتي، يعطيكم العافيه. ما تواخذوني، اسف كثير ما عم بقدر ادخل على الصفحه كثير، شغل والله اعلم والتزامات مفروضة على الواحد. هلا لقيت وقتكم بالسياره وقت احكي معكم. بصراحه ما بعرف اذا الكل فهمان وجهه نظر الصفحه، حابب احكي لكم عن وجهه نظر الصفحه بشكل عام وباختصار. الصفحة انعملت للسكان الجدد ببلجيكا، الأشخاص اللي حابين يكون عندهم بيت، حابين يتواصلوا مع أصحابين البيوت، حابين يلاقوا سكن يناسبهم. الفكرة انعملت أنه الأشخاص اللي ما بيعرفوا يحكوا لغة بالدرجة الأولى يكون عندهم إن هدول الإمكانية أنه يلاقوا بيوت بطريقة أو بأخرى. نحن شو بنعمل بهدول البيوت اللي عم ننشرهم على الانترنت؟ بعرف اغلبهم اصحابين البيوت ما عم يوافقوا انه يعطوكم اياهم، بعرف اغلبهم الناس عم بتحاول تفهمكم انه بلكي ما فينا نعطيكم او في ناس سابقينكم، بس احسنوا الظن وحاولوا انتم تاخذوا هدول البيوت وتتواصلوا مع اصحابين العقارات بشكل خاص، اوكي؟ يعني انت بتاخذ هذا الرابط من عندك من على الصفحه، بتنشر هذا الرابط تبعك بينك وبين رفقاتك او بتتواصل انت مع صاحب البيت نفسه، او اذا في حدا تاني ممكن تواصل مع صاحب البيت من الاهل من المعارف من الناس اللي انت بتعرفهم وبتحكي معاهم، ممكن تقول له انه احكي لي مع صاحب هذا البيت وفهمه انه انا بدي اخذ من عنده موعد. او الطريقه الثانيه اللي هي انك تاخذ العنوان للسي بي اس مثل ما بيقولوا او للاسموي. الاسموي والسي بي اس مفروض هن كمان يتواصلوا بدورهم مع صاحب البيت. واضحه الفكره؟ اي رياكشن مشان اعرف اذا في حدا عم يسمعني ولا لا، لانه انا بالسياره وما بعرف اذا الشبكه واصله ولا لا، فبتمنى حدا يبعث لي شي شغله افهم اذا حدا عم يتابع. عموما انا اول على الاخر اخلي لكم الفيديو موجود على الصفحه مشان يستفاد منه اكبر عدد ممكن. يا جماعه انا لاني سمسار ولا عندي شقق ولا عندي عقارات ولا عندي بيوت، العمليه كلها بشكل عام هي عباره عن نشر عناوين وادريسات موجودين بالمناطق الفلمانية او الوالونية ما بيهم، لحتى انتو تقدروا تلاقوا سكن مناسب لكم. بعرف النشر ما فيه زخم كبير، ما في نشر بطريقة عجيبة. شكرا شكرا محمد. ما في نشر بالطريقة المبالغ فيها بصراحة، انه كل يوم انشر 20-30 بيت، بس عم حاول قدر الامكان اني افتح انا. الله يبارك فيك خي. عم حاول قدر الامكان انا بالاسبوع مرة او مرتين احاول اتواصل معاكم. في حالات انفرادية عم باخد معاهم اتصال، عم باخد معاهم تشات معين، بقعد معاهم بجلسة شغلة ساعتين بدور على بيت، بعت له شي 10-15 بيت هو بياخده على السوسيال او هي وبيتفقوا. في ناس اخذت بيوت عن طريق هالصفحة. هي الموضوع مانو سمسرة، الموضوع مانو تفعلي بمشي لك او عربون وما عربون الحكي. فباختصار انت او انتي اللي عم بتدور على بيت، اللي مضطر، اللي بدك تعمل لم شمل، اللي عم تحاول تجيب اهلك ما عارفان كيف وما بتعرف لغة بهاي البلد، هاي الصفحة هي بالذات جاية لتخدمك لألك مو لشي تاني ابدا. شو ممكن احنا نعمل من هالصفحة؟ شو في هلا عناوين مزينا نحن اخر فترة اخي، بتدور عليهم منيح، بتشوف العنوان اللي بيناسبك، غرفتين ثلاثة، غرفة استوديو، سكن طلابي اللي هو، بتعمل منشن عليه، بتعمل عليه انه انا عجبني هذا بدي منه كتير، نزل لي منه كتير مشان اقدر اشوفه انا. على فترات بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين 4 شهور الله اعلم ايمت بتلاقي السكن اللي بيناسبك، انت مجرد انك تاخذ بعد هالاربع شهور كذا عنوان وتتواصل مع اصحابينهم، الا الله يستر معك وتلاقي لك شي عنوان او يستر معك وتلاقي لك شي عنوان. صراحة لكم اياها لكذا مرة حكيت انا، كذا مرة انا حكيت قلت لكم يا شباب انا ما عندي مساكن، انا ما عندي بيوت اجرة ولا بيت، ما عندي عربون تدفع عربون مدري شو من الحكي، ما عندي سمسرة. في بيوت أصحابي حدا بيقول لي هذا البيت أنا بدي أطلع منه خيي، بعد فترة لقينا مثلا حدا يستأجره. أنا شو بعمل؟ بشيل الصفحة حط لكم إياها بالصفحة، بقول لكم تفضلوا تواصلوا معه.
فاللي بتوقعه منكم، انا اللي بتوقعه من اخواني اللي عم يتابعوا، انه انتم تتواصلوا مع اصحابين هدول البيوت، تحكوا مع اصحابين هدول البيوت، تتفقوا معهم على اتفاق معين، انه نحن بدنا بيت غرفه وصاله مثل ما عم يقول، مثل ما عم بتقول الانسة هبه او المدام هبه، بيوت غرفه وصاله في موجود بالصفحه، بيوت غرفه وصاله. وغير هيك بعتيري بالخاص غرفة وصالة بأنتوربن مبلغ الفلان الفلاني، أنا عندي 3-4 أشخاص مثلا بالعيلة، حاول ممكن أنا أعطيك نصيحة تفيدك. في كتير ناس عم تقولك خيو أنا بأخذ بيت ب800 يورو، أنا بأخذ بيت ب900 يورو. طيب كم شخص عندكم؟ عنا شخصين بس. طيب يا أخي لو عندك شخصين أنت شلون تأخذ بيت ب800 يورو؟ لا سي بيس راح يوافق لك، لا سوبر راح يوافق لك، ولا حدا راح يوافق لك. ليش؟ لانه المبلغ المطلوب لحتى تاخذ بيت انت اذا انا شخص لحالي لازم ما يتعدى ال 400-450 يورو، 535-40 هالحدود. اذا انا عده اشخاص شخصين او ثلاثه ف لازم يكون البيت اغلى، فبالتالي لازم يكون الدخل تبعك الشهري اغلى او اعلى لحتى تقدر تاخذ هذا البيت، ولا لا صاحب البيت راح يوافق، لا المؤسسه اللي عم تستاجر من عند البيت راح توافق. معي انتو؟ تمام سوزان. فاخواتي اخت هبه انت بدك غرفه وصاله، طيب اكتبي لي اياها برساله خاصه قولي لي انت شو اللي لازمك. لازمك انت غرفه وصاله بانتويربن، انا ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله بتخلص العطله تبعيتي، عندي عطله 4 ايام بتخلص العطله تبعيتي، بحاول انا ادور لك على غرفه وصاله بالمنطقه اللي بدك اياها بالمكان اللي انت لازمك. تمام ببعث لك اياه على الخاص، وبحاول انشر للكل انا نفس العرض تبعك بنشره للكل، عسى انت ما تستفيدي حدا تاني يستفيد غيرك. فما تضايقوا مني احيانا بقولكم تعالوا على العام، تعالوا على العام، اجتمعوا بالعام، تواصلوا بالعام، خلي الكومنتات الحكي كله بالعام، مشان اذا الشخص ما استفاد الاخر يستفاد. واللي بتوقعوا منكم بالتالي انتوا كمان عم بتدوروا، يوم اللي بتدور بتلاقي شغله مناسبه انشر لي اياها بالصفحه، هيك بتعاوني انت او حضرتك، و نفس اللحظة هاي اللي انت عم بتعاوني فيها ممكن شخص تاني يشوف هذا البيت وصاحب البيت يوافق، ما يوافق عليك يوافق على شخص تاني بيكون عنده امكانيات غير امكانياتك. فأحب لأخاك ما تحبه لنفسك. الموضوع باختصار هذا كان، هذا اللي حبيت وصلكم اياه واتواصل معكم كرماله. ما شاء الله طلب كتير على البيوت، وصلنا لألف شخص خلال سنة وبدون اي يعني مجهود مبذول، غير مرة بالاسبوع انا عم بنزل. وفي كتير ناس والله تواصلوا معي على الخاص وقالوا لي أخذنا بيوت ولقينا بيوت مناسبة، ونحن ما بنعرف نحكي ولا حرف لغة وما بنعرف نحكي ولا كلمة ولا نتواصل مع حدا ولا حتى على الانترنت نقدر نفتح أي عنوان ونتواصل مع الناس عبره أو نكتب إيميل أو نتصل تليفون. بعض الناس حاولت أتصل تليفونات بدالهم، أبعت لهم إيميلات، بعتي على 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 هبة على الحساب تبع الصفحة نفسه على الرسالة، انا بفتحها بعدين مو مشكله، بعتي لي اياها على الرساله. رقمي الخاص انا بعطيه لاشخاص لازم ترجمه حاليه فوريه مباشر، هلا بسام بدي ترجم لي انا قاعد موقف، عرفت كيف؟ فممكن عن طريق التليفون اترجم لك حسب الفضاء وحسب الوضع، مشان هيك ما عم بقدر التزم معكم كلياتكم بموضوع الترجمه، اسمحوا لي واجبي كثير اني اقدر ترجم لكم كلياتكم، بس والله العظيم إذا بفتح على حالي هذا الباب ما راح يكون كفو لهم، شانك ما راح افتح على حالي هذا الباب. أنا بدي اكتفي بأني كل أسبوع دور على طلباتكم، شوف شو لازمكم، شوف شو المناسبكم، قسما بالله بتعامل معكم فردا فردا، أنا ما بتعامل معكم كمجموعة، عم بتعامل معكم فردا فردا، عم بنتبه لقضاياكم واحد واحد، عم بحاول ساعد قدر الإمكان بالقضية اللي فيني ساعد فيها. والقضية اللي ما فيني ساعد فيها من أول الحكي، من أول الحكي أنا بيجي بقول لهم للشباب خيي أنا ما فيني أساعدك بهذا الموضوع، لأنه أنت عم تطلب بيت غالي، أنت عندك إمكانيات ضعيفة، أنت ما عندك دخل عالي، فما فيني ساعدك بهذا الموقف. بينما المواضيع اللي أنا فيني ساعدكم فيها عم حاول أني أنشر فيها وأحكي فيها على دوم بالخاص بالعام، تتواصل مع الجميع قدر الإمكان. فأخي وأختي وعزائي بعرف كلياتكم مضطرين على بيوت، أشهد بالله ما في شخص ما بيتصل فيني ما بيقول لي أني أنا مضطر على بيت ضروري يا بسام رح يطلعوني بعد 20 يوم بعد 10 أيام بعد 30 يوم، اللي هو
خيي بعرف انك مضطر على بيت، وبعرف انه كل غالبيه الناس هون مضطر على بيوت، عم يحاولوا يلاقوا بيوت، عم يحاولوا لحتى يسكنوا بالبيت المناسب، لان حتى اللي ساكنين ببيوت حاليا هلا وعندهم بيوت وملتزمين فيها ومرتاحين فيها، لكن لو في غرفه زياده بنطلع من البيت، حتى هدول ممكن يقدروا يلاقوا بيوت عن طريق الصفحه تبعيدنا. ما تاخذوني لازم طفي الضوء لاني ماشي على الطريق السريع. ف شغالين يا شباب انتوا هون؟ شغالين؟ وين لايكات؟ وين الحركات؟ وين ال... الو هذا لايك معناته شغالين. حلو. ف يوم اللي نحن هلا بدنا نقعد ندور على بيت لازم يكون عندنا صبر. موضوع شهر بياخذ شهرين ثلاثه او اربعه او خمسه حسب، يعني كل شخص اجى عاش ببلجيكا اخذ معه فتره طاولت بين الشهر للست شهور. في ناس اخذت سوسيال هاس. سوسيال هاس هذا عباره عن كل شخص منكم ضروري يعمله باول ما يدخل باي مدينه، يعني المدينه اللي انت ساكن فيها، اذا انت ساكن حضرتك او حضرتك هلا ببيت وعجبتكم المنطقه حابين تضلوا فيها، اول شيء بتعمله تطلع على سوسيال هاس. خيي تطلع تمام سوزان، تطلع على سوسيال هاس بتدور على سوسيال هاس. في شركات مختصه للسوسيال هاس بكل مدينه بكل قريه بالمانيا ببلجيكا. طيب خلص لايكات حاجه شغال تمام تمام. بدي اشوف شو عم تكتبوا اذا كتبتوا شيء. عموما سوسيال هاس هدول بيدوروا لكم على بيوت، هدول بيطولوا، هدول عندهم لسته يا معلم بتطول احيانا للاربع سنين للخمس سنين بتقدم على بيت انت. ممكن انت تاخذ ست غرف، انتبه علي، ست غرف وتدفع 400 450 يورو بالشهر، وممكن انت تاخذ غرفه او غرفتين وتدفع بالنهايه راتب شهري 100 يورو، شيء رمزي يعني بحيث انه انت تضل على مدار سنوي بهالسكن اللي انت عايش فيه. هدول سوسيال هاس. اعطوني الاسئله اللي عندكم موجوده اللي حابين تستفسروا عنها، اسئله بخصوص السكن اقدر جاوبكم عليها. لا لا ما تاكلي هم، طريق فاضي. والكاميرا ثابته عم بتفرج على محل الجي بي اس تحت. فاللي عنده سؤال حابب يسألني اياه على الماشي هلا مثل ما بنقول ما انه معي وقت والطريق فاضي يتفضل يسأله. واللي عنده اي طلب بموضوع انه لاقي لي شقه غرفتين بالمنطقه الفلانيه بالمبلغ الفلاني انا بيناسبني او ما بعرف شو بيناسبني، خيي نحن عائله 1 2 3 اللي شو بيناسبنا هون، يبعت لي اياه على الخاص برساله على صفحتنا تبعيد بيوت للايجار في بلجيكا. على فكرة الصفحة اللي انتم فيها من اكثر الصفحات اللي حدا عم يشتغل فيها، في صفحات تانية بيوت الايجار يا عم ياخذوا من العالم سمسرة يا عم يزعجوهم يا عم ما عم ياخذوا ويعطوا معاهم. فبما انه انا عم حاول اشتغل معاكم ففضوا لي حالكم على هالاساس، واي منشور بتلاقوه انتم بخص بيت، صورة بالشارع، فيديو نزلت لكم كذا مثال بالشارع، اذا صورت شي فيديو نزلت لكم كذا مثال انكم تلاقوا اي شيء تصوروا تنزلوا للعالم الموجود معنا بالصفحة. ليش خيي او اختي؟ الموضوع بشكل مختصر مثل ما قلنا قبل شوي انه ممكن شخص ثاني يستفيد منه. استوديو بروكسل او الايجار. طيب حطيه على الخاص، ما راح اقدر اقرا هدول الرسائل انا وعم سوق، بس هدول الطلبات تبعودكم بعتي لي اياهم على الخاص، استوديو للايجار، بيت للايجار، غرفتين ثلاثه سته. ابو محمد بلكي تشوف هذا الفيديو. ابو محمد هذاك اليوم كنت عادم تحاكيني انت مشان بيت قريب من هصلت بالمناطق هون يكون الايجار ب 850، ما بعرف شو صار معك الرقم اللي بعثت لي اياه، انا اسف كثير ما قدرت اتواصل مع جماعه لانه اتصلت فيهم اربع خمس مرات وما كانوا عم يردوا. بتمنى انك تكون اخذت البيت خيي وارتحت انت واولادك وعيالك. ابو محمد بيعرفني، كان عندك البروفايل صورة خضراء ما اتذكر بالضبط شو كانت الكنية. فاخواني واخواتي انا ما بدي اخذ من وقتكم كثير وما بدي اطول الحديث لا علي ولا عليكم، انا مشواري طويل بديش ساعة لاوصل، حبيت بس سلم عليكم
ابتداء من الحدود الألمانية راح يفصل خطي كمان، ما راح يضل عندي شبكة إنترنت. بتمنى لكم الخير، بتمنى لكم تلاقوا بيوت حلوة، بتمنى لكم تلاقوا طلبكم، بتمنى ما حدا يغشكم، ما حدا ينصب عليكم. أي موضوع بتحسوا فيه غش ونصب بعتوا لي رسالة فورا. أغلب البيوت اللي بتلاقيها مع موبيليا خي هذا بيقول لك تعال خد بيت مع موبيليا مفروش 100%، مو ناقصه أي شيء. أنا مسافر ببريطانيا، البيت فاضي، البيت 3 غرف ب 500 يورو، بتقول واو، بتروح بتبعت مصاري. في ناس بعرفها، أبو ربيع إذا عم يتابعني بيعرف شو عم بحكي، في ناس اتاكلت مصاريها الجارانتي 1000 و2000 يورو وما وصلن لا مفتاح ولا وقعوا عقد ولا صار معهم شيء. أنا عم بحكي عن موضوع خي الناس قاعدة عم تشتغل عليه وعم يطلعوا من وراء مصاري من رقبة ناس مساكين ما عم يحصلوا بيوت، فعم يوعوا بفخ بفخ أنه بيت للأجار رخيص. أنا مسافر ببريطانيا، أنا بفرنسا، بيطلع لك قصانة بأمريكا، البيت تبع أختي مدري شو، ببعت لك رسالة طويلة عريضة على الإيميل، آخر الشيء ما بتلاقي غير مصاريك راح. فبتمنى أنه ما حدا ينتصب عليه، بتمنى أي موضوع قضائي أو أي شورى أو أي شيء اجعلوا أمركم شورى بيناتكم أو معي، بعتوا لي على الرسالة الخاصة، احكوا كومنتات مع بعض، واصلوا شوفوا لوين وصلتوا بآخر مرحلة من البحث. كل شخص يعرض شو لازم وشو بده شو، كل صورة وكل لايك وكل كلمة عم تنكتب على فكرة أنا عم تابعها، أنا ما يتارك الصفحة، أنا متابع كل شيء ونزلته على تليفوني. حتى أنا فيسبوك ما كان عندي قبل على التليفون، أنا ماسح فيسبوك تقريبا من شي سنة، بس قررت أنه لما أرجع للفيسبوك أعمل شيء مفيد يقدر يفيد الناس اللي قاعدة على الفيسبوك اللي تحاول تواصل. فدوى راح أقرأ رسالتك هلا، تمام؟ شكرا. فأي شخص خي يوم اللي بده ينزل على الفيسبوك لازم يفيد المجتمع اللي حواليه. بتمنى أنكم أنتم كمان ما عندكم صفحات كبيرة، ما عندكم كتير ناس تتابعكم أو شيء، في عندك هاي الصفحة خي بتشيل أنت بتستفيد وبتفيد غيرك فيها، ومنحاول نمشي الموضوع على هذا الأساس، وعسى حدا يستفاد من هالصفحة هاي. وصلنا على الليج، إذا في حدا ساكن بالليج مرحبا أهل الليج. الليج ما بعرف إذا كلكم تعرفوه أو أغلبكم أو ما حدا، الليج صايرة بالمقاطعة الوالونية، وأنا بالمناسبة ساكن بهصلت. اي شخص حابب او لازمه اي شيء بهصلت قدر الامكان انا مستعد اقدم لك خدماتي، واي شيء ممكن يطلع بايدي انا جاهز وحاضر، وعندي معارف بهصلت، الاهل موجودين الحمد لله، والناس طيبة والناس فيها الخير، وان شاء الله منهم بالواجب. بهصلت بسنترودن مدينة ليمبورغ، مقاطعة ليمبورغ هيك بشكل عام. ليمبورغ هي الإمارة الشرق جنوب بلجيكا هيك تحت على حدود آخن والليج. فأخواني بالله استعينوا على الشقة بالله، شمروا عن إيديكم، افتحوا الإنترنت ودوروا على شقة تناسبكم، واسكنوا سكنة حلوة ونظيفة ومرتبة، حتى لو الوقت ضيق دور على شيء يناسبك، شيء مناسب، شيء يكون حلو، شيء ممكن تضل فيه فترة طويلة، شيء ممكن تضل فيه سنين وسنين وسنين وما تأثر وما تضايق لا أنت ولا أهلك ولا عيالك. حاول تلاقي البيت المناسب أنك تضل بالمدينة تبعيتك، ما تضل عم تتنقل من أوستندا تروح لبروكسل، من بروكسل تروح على نامور، على كورتريك، على هاسلت، على غيره وغيراته. حاول تكون بالمنطقة تبعيتك لمدة 5 سنوات، ممكن تطلع لك جنسية بطريقة أسرع وما يعملوا لك مشاكل عليها. موضوع السكن موضوع كتير مهم ومحوري هون بالحياة بأوروبا، لحتى انت ترتاح انت وعائلتك ونفسيتك وشغلك وكل شيء، تقدر تطور من امكانياتك لازم يكون عندك سكن مريح. السكن المريح ما بيجي غير لما تكون دورت منيح وبحثت واجتهدت على حالك لتلاقي سكن مناسب لك. ترى كلياتنا هيك صار معانا في بداياتنا، ضروري انك تلاقي او تدور او تبحث بقدر الامكان على مدينة تناسبك تعيش فيها كل فترة حياتك ببلجيكا، لانه بعد فترة ممكن تصادف شغل، ممكن تصادف معارف، ممكن تصادف ناس يناسبك انك تشتغل معاهم فتكون مرتاح، فتكون مرتاح بالسكن تبعك تقدر تأنجز خيي او اختي.
لانه اذا الواحد ساكن بمكان مناسب له ممكن يقدر ينجز فيه، ممكن يقدر يشتغل فيه بطريقه حلوه. معي انتو؟ الو الشبكه بعد شغاله؟ لايك كومنت شغله اسمع. هذا الفيديو انا رح حمله هلا على الصفحه، بتمنى تستفيدوا منه، بتمنى الالف شخص الموجودين بالصفحه يستفيدوا منه، بتمنى تضلوا قاعدين تنشروا اي عنوان بتشوفوه على الصفحه. اخر رساله لي بتكون لكم اسبوع على خير وبالتوفيق، وفرصه سعيده لو فيني اتعرف عليكم شخص شخص، والله ما بقصر. يعطيكم الف عافيه، طلباتكم بعتوها على الخاص قدر الامكان، ان شاء الله بحاول ساعدكم. خلينا نفيدكم وانتو كمان فيدوا بعض، الله يخليك ويخليكي. اسعد الله مساءكم وتمنونا الخير بالرحلة، بعد 4 ايام ان شاء الله بنلتقي. السلام عليكم.